30% من البشر محتاجين نظارات بشكل أو بآخر. أي اعتماد على شيء صناعي فهو نوع من الإعاقة. ما زال الليزك بيحل تقريبا 90% من المشاكل. عالم لا يقبل الأخطاء هو عالم المليمتر. الليزك اتطور بسبب كتر الحالات اللي اتعملت. انت بتروح للدكتور الخبير اللي انت واثق في علمه وهو هيختار لك التكنيك اللي هيحقق لك كل المزايا بأقل المشاكل. الأستاذ الدكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. اهلا بكم. النهارده حوار مثير للغايه ومهم ومن طراز خاص، وخصوصا ان احنا هنتكلم النهارده عن القرنيه. القرنيه عدسه نقدر نقول عليها عدسه ليها طبيعه خاصه وعدسه غريبه الحقيقه، عدسه من عدسات العين العجيبه شويه. ممكن فجاه في لحظه القرنيه تقل منك، تقل معك. التعبير ده تعبير بلدي شويه، تعبير بتاع اولاد البلد يعني، وانا راجل عشت في سيده زينب كتير جدا فسمعت الكلمه دي. تقل منك يعني ايه؟ يعني القرنيه ليها شكل معين، سطح معين، والانسجه بتاعتها ليها ترابط معين. فجاه النسيج يضعف. فجاه امتى؟ ده في مقتبل العمر ممكن جدا ده يحصل، يعني في 18 19 سنه. فالترابطيه بتاعت القرنيه لما تضعف تبدا القرنيه تفقد المستوى المتوازن، المستوى السطحي المتوازن بتاعها، ويبدا يحصل انها تنبعج ويحصل فيها تعرجات، ويحصل القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه مرض خطورته او ازعاجه في رايي انه بيجي لشاب لسه ناوي يبدا حياته، مش زي المايه البيضاء. يعني المايه البيضاء بيجي الانسان في اواخر العمر، في الستينات، الراجل وبعدين بالتدريج، والراجل خلاص عاش حياته وقعد معاش، حاجة مزعجة ولازم يتعالج، والعين حلوة جدا لكل السنين ولازم يحتاج. لكن بتاع القرنية المخروطية بتحس ان القصة اكثر مأساوية جدا. اولا لان انا بلاقي حالات كتيرة حاسس ان المرض كده فجائي فعلا، يعني في ايام، في شهور بسيطة، في اسابيع بسيطة المسألة تطورت. فعايز افهم الكلام ده بالتفصيل. النهاردة في حاجات كتيرة عايز افهمها وانتوا كمان تفهموها. القرنية عدسة انا في رايي انها ممكن جدا تعمل حركه غريبه جدا ومفاجئه جدا، وخصوصا انها كمان عدسه ظاهر يعني بتتعرض لمشاكل كتيره، دعك العين، الراش اللي في الحياه كتير قوي، تراب، احنا شعب التراب، الناس بيسوقوا بوتسيكلات من غير بروتكشن، الحاجات دي كلها ممكن تدور القرنيه. تعال نفهم قرنيه اكتر، وخصوصا النهارده طبعا ضيف العزيز اسم كبير، اسم مصري على المستوى الاقليمي، حدث ولا حرج، على المستوى العالمي بنفتخر جدا بادائه الرائع جدا، علم دقيق للغايه، وانا واحد من الناس عارف كويس جدا حجم هذا العلم يعني من زمان، حتى من ايام ما كنا طلبه في كليه الطب. ضيف العزيز، القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، استاذ الدكتور محمد حامد، اهلا بك. اهلا بك. هل اصبت في تعبيراتي؟ طبعا. القرنيه من اكثر الاجزاء العين حساسيه، لانها الجزء من العين المتعرض للبيئه الخارجيه. يعني كل محتويات العين محميه جوه العين. الجزء اللي معرض للبيئة الخارجية زي ما انت بتقول معرض للتراب، معرض للإصابات، معرض لأن يدخل فيها حاجة في العين، هي القرنية. والقرنية جزء شفاف وله زي ما انت بتقول كده مستوى من التحدب منضبط جدا. لو حصل فيه أي اختلال هتعمل مشكلة جدا في تكوين الصورة. لو حصل فيه اي عتامة او شفافيته اتأثرت برضه هتعمل نفس المشكلة. فمشاكل القرنية مرتبطة بالحاجتين دول، يا إما إن الشفافية بتاعتها اتأثرت ودي بتعمل حاجة اسمها سحابة في القرنية، فلو حصل سحابة في الجزء الشفاف ده هتعمل مشكلة كبيرة جدا في النظر. لو التحدب اللي هو المفروض إن هو يبقى منضبط ده هو اتحصل فيه أي اختلال، وده اللي أنت أشرت ليه بموضوع القرنية المخروطية هنتكلم عليه يمكن بتفصيل شوية. بس خلينا الأول نتكلم على جزء برضو مهم، موضوع السحابات اللي على القرنية، لأنه الحقيقة منتشر في المجتمع بتاعنا. بمعنى ايه؟ الناس ما بتاخدش بالها قوي من نفسها،
معرضين للإصابة بشكل متكرر. في مهن معرضة للإصابات زي ما انت قلت أشرت موضوع الرايش اللي هو الصنايعية والناس اللي بتشتغل في حاجات ممكن تتعرض لتراب، ممكن تتعرض لأن حاجة تدخل في عينيها. المزارعين معرضين جدا للموضوع وبنشوف الموضوع بشكل متكرر فيهم. لو حصل إصابة للقرنية لعبة الكورة ان عينه تضطرب بالظبط كده. لو حصل اي اصابة للقرنية ونتج عنها معاها كمان تلوث او حاجة وحصل قرحة في القرنية او حصل اصابة ادت الى سحابة على القرنية بالضرورة النظر هيتأثر بشكل كبير. الجزء الثاني من الموضوع ان نسيج القرنية يكون ضعيف وبالتالي يترهل مع الوقت، يقوم الشكل المحدب اللي هو المفروض ان هو كروي تقريبا والتحدب بتاعه منضبط بشكل معين عشان الصورة تتكون بحدة معينة، لو الترهل ده اثر على التحدب بتاع القرنية وخدت شكل زي ما احنا بنقول كده بقى مخروطي، يعني بدل ما هي مدورة كده بقت من قدام مترهلة وخدت الشكل المخروطي وادت الى ما نسميه بالقرنية المخروطية، وده بيعمل مشكلة في النظر بشكل كبير جدا. وهي زي ما انت قلت بتيجي في الناس في مقتبل العمر، هي بتيجي تقريبا في بنهاية العقد الثاني من العمر، يعني بنتكلم على 17-18 سنة، وبتبتدي تزيد في العشرينات لحد ما توصل لمرحلة الأكثر سوءا في الثلاثينات. وده كله بنتكلم على طرق مختلفة للعلاج بتاعته. بس خلينا نتكلم الأول على موضوع سحابات القرنية. الحقيقة سحابات القرنية كنا زمان بنعالجها بطريقة واحدة، لو هي المؤثرة على النظر بشكل كبير مفيش حل ان احنا غير ان احنا نغير القرنية كلها، اللي هي العملية اللي احنا بنسميها زرع القرنية او بنسميها ترقيع القرنية او تغيير القرنية، كلها مسميات لنفس العملية. وهي عبارة عن ان احنا بنشيل قرص او ديسك كده من القرنية، الجزء اللي في النص اللي هو اللي احنا بنشوف منه اللي فيه العتامة او السحابة، وبنشيله وبنغيره قرنية تانية من متبرع وتكون شفافيتها كويسة وتحدبها سليم إلى آخره. العملية دي الحقيقة وده يمكن بقى جزء مهم جدا نتكلم عنه، احنا دايما بنحب نتكلم عن ماذا حدث، يعني ماذا تطور، ماذا جد، ايه اللي العلم أضافه، اللي احنا شفناه وأضفناه وتطور على مدار السنين وغير في مفاهيمنا، ونحاول ان احنا مع الوقت نغير الكونسبت بتاعتنا او المفاهيم او معتقداتنا. العملية دي حصل فيها تطور كبير. احنا زمان كنا بنعمل العملية ديت ولحد دلوقتي ونسبة نجاحها مقبولة على فكرة، يعني في ناس كتير بتخاف منها وهي مش مخيفة ولا حاجة، احنا بنعملها في تقريبا في تلت ساعة، نسبة نجاحها بتوصل 80% ما كانش أكتر، ونسب دي تعتبر نسب نجاح ممتازة يعني. لكن التطور اللي حصل الحقيقة إن احنا ابتدينا نفهم هي السحابة أو العتامة ديت مكانها فين في القرنية بالظبط. هل هي في الجزء السطحي؟ هل هي في الجزء العميق شوية؟ نقوم نعمل زرع قرنية أو ترقيع قرنية بنسميه بقى طبقي. طبقي اللي هو اللاميلر كيراتوبلاست ده، هي اللي إن احنا نشيل الطبقة أو الجزء اللي فيه العتامة أو السحابة ونسيب بقية القرنية. بقية القرنية شفافة، بقية القرنية سليمة، الجزء العميق من القرنية اللي هو النسيج البيطاني بنسميه كده اللي هو الاندوثيليوم يعني سليم، مفيش داعي ان احنا نغيره ونشيل بس الحتة من القرنية اللي فيها العتامة. في امراض تانية بتبقى نتيجة خلل في النسيج البيطاني بس وبقية القرنية سليم، ابتدى يبقى في عمليات دلوقتي لزرع النسيج البيطاني بس، يعني ان انا اشيل الطبقة العميقة بس واسيب بقية القرنية كلها. الفكرة ايه؟ هي العمليات الجديدة مش أسهل من القديمة، هي أكثر تعقيدا وتكنيكالي أو فنيا أصعب، لكن بتحمل ميزة إضافية إن نسب النجاح بتبقى أكبر، يعني بتأبروتش 100% بقى اللي هو إن مفيش حاجة يعني إن الجسم ما يقبلش قرنية تتحط، النسبة ديت تبقى أقل، يبقى معدل نجاح العملية تكون أعلى. نسبة نجاح العملية بمعنى ان الجسم يتقبل الجزء اللي محطوط، النسبة دي تزيد لان الجزء اللي احنا غيرناه من القرنية مش هو كل القرنية، هو بس الجزء المصاب وسبنا الجزء السليم. التطور ده الحقيقة
احنا مش بنتكلم في مده طويله قوي فيها، بنتكلم في عمر العمليات دي بنقول تقريبا 10 سنين الاخرانيين، بيحصل فيها تطور كبير جدا، وبنطور كل شويه في الاداء بتاعها، بحيث ان احنا حتى فنيات العمليه بالتدريج بنحاول نبسطها شويه، يعني بنحاول ان العمليه تبقى اقل تعقيدا من الناحيه الفنيه، تبقى نسب النجاح بتاعتها اكتر. ده يمكن نموذج للعمليه بتاعت زرع القرنيه التقليديه، ان احنا نشيل الجزء من القرنيه اللي في النص المعتم او اللي فيه القرحه او اللي فيه النسيج الضعيف، واشيل واحط جزء تاني في النص بمواصفات سليمه فتقوم بالوظيفه الكامله. التطور الحقيقه ده مهم جدا ان احنا نشير ليه، حتى لو كان لسه في مراحل تقدمه ومراحل تطوره ومراحل ان احنا نوصل لمرحله من البرفكشن فيه، لكن احنا بنعمل العمليات دي دلوقتي، وبنعمل عمليات ترقيع قرنيه الطبقي بشكل متكرر واكثر من العمليات القديمه اللي كنا بنعملها اللي هي زرع القرنيه الكامل. القرنيه المخروطيه يظل مرض يعني مخيف، لانه يعني هل هو زاد انتشاره ولا احنا اللي بقينا نشخصه كتير؟ لا، هو الحقيقه بقينا نشخصه اكتر، لان اولا عدد الناس اللي بتطلب دلوقتي تصحيح الابصار بقوا اكتر من زمان. كان زمان ممكن الشخص يكتفي بالنظاره وخلاص، دلوقتي لا، بيدور على التصحيح بمختلف الطرق بتاعته، فالفحوصات بقينا نعملها على قطاع اكبر من الناس، وبالتالي بقينا نشخص حالات نقول عليها مبكره، يعني هو لسه القرنيه بتاعته باديه يكون فيها علامات القرنيه المخروطيه، بس هو مش حالته متاخره قوي، هو بيلبس نظاره وشايف كويس. عدد الحالات دي عملت بالك كبير، عملت كميه كبيره من حالات اللي احنا بنسميها قرنيه مخروطيه، لكن هي الحالات زي ما هي، ولانها بتيجي لنسبه من الناس وفي حاجات بيئيه بتتسبب فيها، والناس اللي عندهم الرمد الربيع والناس اللي عندهم حساسيه مزمنه في الاطفال معرضين اكتر من غيرهم، لكن هي النسبه في المجتمع ما زادتش، لكن لان احنا بقينا نشخص بشكل ادق وبقينا نشخص بشكل مبكر وبقينا نعمل فحوصات لقطاع اكبر من الناس، بالذات الناس اللي زي ما بنقول بيعملوا او طالبين يعملوا تصحيح، فبنكتشف الحاله ديت في نسبه اكبر دلوقتي. الناس تفهم ببساطه يعني ايه قرنيه مخروطيه؟ هي كلمه قرنيه مخروطيه يعني ببسط الموضوع، هو عباره عن ضعف في نسيج القرنيه، النسيج نفسه ضعيف فبيحصل فيه ترهل. ترهل يعني بدل ما هو واخد وضع معين، شكل معين، معتمد اصلا على صلابته، يعني الشكل بتاع القرنيه دوت معتمد على ان نسيج القرنيه له صلابه معينه، فيفضل محافظ على هذا الشكل وهذا المستوى من التحدب المنضبط. لما يحصل فيه ضعف يترهل. انا دايما اشبهها بجدار البطن، لو واحد جدار البطن بتاعه قوي كويس هيفضل نسميه كده البطن فلات، يعني واخد شكل كويس. لو ترهل هيحصل ايه؟ هيحصل كرش. هو ده نفس الفكره، القرنيه واخد شكل معين كده، لو ترهلت هيحصل حته تحدبها هيزيد، بدل ما هي شكلها مكور كده هيبقى شكلها مخروطي قمعي شبه القرطاس كده، حته طلعت لبره شويه، ده اللي بنسميه قرنيه مخروطيه. ده سببه النسيج الضعيف وهو اللي ادى الى هذا الترهل. حسب درجه الترهل بتتحدد درجه القرنيه المخروطيه. في درجه بسيطه اللي هي اللي بنسميها الدرجه الاولى. الدرجه الاولى هو شخص ما عندوش مشكله وبيلبس نظاره وشايف بيها كويس، والترهل بسيط والنظاره بتصلحه 100%، وبس هو جاي يعمل ليزك، فعملنا له فحوصات لقينا درجه بسيطه من القرنيه المخروطيه. دي بنسميها درجه بسيطه اللي هي الدرجه الاولانيه، اللي هي بس الفحوصات طلعت النسيج القرنيه ده هو ضعيف شويه. الفكره ايه؟ ان الشخص دوت احنا ما بنفضلش نعمل له ليزك، لان الليزك زي ما احنا عارفين محتاج مواصفات مخصوصه في القرنيه، والقرنيه لانها ضعيفه مش حابين ان احنا نشتغل عليها او نعمل عليها اي حاجه قد تعرضها لمزيد من الضعف. الحالات دي بنعمل فيها ايه؟ كنا زمان ما بنعملش فيها حاجه وبنسيبه للبروجريشن الطبيعي بتاعه، لحد ما طلع التكنيك اللي بنسميه الكروس لينكينج او التثبيت. ده الفكره بتاعته ان هي تخلي النسيج بتاع القرنيه يتصلب يعني ينشف، يقوم لا يترهل زياده ويبقى على حاله، عشان كده بنسميها المصطلح الدارج يعني تثبيت. هيفضل على الوضع اللي هو فيه زي ما هو، وندور له بقى على طرق مختلفة للتصحيح
زي زرع العدسات الى اخره. يمكن اشرنا للموضوع ده قبل كده ان مش كل الناس ينفع لها ليزك، ودول مش من ضمن الناس اللي هي ما بنحبش نعمل لهم ليزك. هو هنعمل له التثبيت وندور له على حل تاني لعيب الابصار للتصحيح بتاعه اذا كان زرع عدسات او خلافه. الدرجه الثانيه اللي الترهل فيها زاد وبقى الشخص حتى بالنضاره مش شايف كويس، وده لان السطح ترهل زياده وبقت الصوره غير منضبطه، يعني النضاره مش هتصلحها. الجريد ديت او الدرجه دهيت التثبيت مش هيكفي فيها، لان هو الشخص اصلا مش شايف كويس ومش عارف يشوف كويس حتى بالنضاره. ودول بنعمل لهم حل بنسميه الدعامات او الحلقات. الفكره بتاعتها ببساطه ان احنا بنحط جوه نسيج القرنيه دعامات شفافه تفرد الجزء اللي ترهل من القرنيه بحيث ان الصوره تكون اكثر وضوحا. وبعد ما نفرد القرنيه اللي ترهلت دهيت بنعمل التثبيت على الوضع الجديد. نعمل التثبيت بقى على الوضع اللي خلاص اتفرد وبقى التحدب بتاعه اكثر انضباطا، وبالتالي المريض بقى شايف افضل. المراحل المتاخره جدا من القرنيه المخروطيه اللي النسيج ترهل بشده واحيانا بيحصل فيه حاجه زي الفتق كده، احنا دايما حتى يعني كنا بنقول جدار البطن ضعيف، لو حته ضعيفه قوي في جدار البطن بيحصل فيها فتق. نفس الحكايه ان النقطه المركزيه من القرنيه لانها الاقل سمكا بيحصل فيها فتق في النص، ودي بتسيب سحابه في منتصف القرنيه بتاثر العظم بشكل كبير جدا، وبيبقى الجدار في غايه الضعف وما ينفعش خالص لا يتعامل فيه تثبيت ولا يتعامل فيه حلقات، وبيبقى الحل الوحيد هو تغييره عن طريق العمليه اللي بنسميها زرع القرنيه او تغيير القرنيه او ترقيع القرنيه. التطوير اللي حصل زي ما قلت لحضرتك في الاول ان نظرا لان الطبقه المبطنه للقرنيه سليمه في الاشخاص دول، فاحنا بنكتفي بان احنا نشيل الطبقه السطحيه بس ونحط القرنيه على الطبقه الداخليه بتاعت القرنيه، ودي بقت تخلي نسبه نجاح العمليه اكبر. نسبه قبول الجسم القرنيه اللي اتحط بقت نسبه اعلى، وبالتالي نسبه الرؤيه برضو بقت احسن في مرحلة مبكرة بعد العملية، يعني فترة النقاهة بعد النوع ده من العمليات أقل من الزرع الكامل بتاع القرنية، وده التطور الحقيقة اللي حصل في القطاع دوت من الناس. الحقيقة احنا محظوظين بوجودك معانا يعني، وسعداء سعادة غامرة بهذا التواجد الرائع على المستوى الإعلامي وعلى المستوى العلمي، ويعني أنا متشوق لمحاضرات قادمة أعتقد هنكشف فيها الكثير والكثير من أسرار هذه الجوهرة الرائعة العيون. لكن وجودك معنا في حد ذاته يعني مكسب إعلامي ضخم للغاية، اسم كبير في عالم العيون وفي المعادلة العلمية في مصر. وجود الأستاذ الدكتور محمد حامد في أي مكان أعتقد أنه يسري الإعلام الطبي المصري ويبين الفارق الكبير بين المصريين وبين غير المصريين في العيون. نحن الرواد صح كده؟ محدش بيعرف ينافس في العيون خالص، في برانشات كده احنا وبس، احنا الصوت العالي، الباقي كله احنا المعلمين والباقي تلامس. بصوا بقى تبا لتواضعنا، احنا كده احنا المصريين. نورت يا دكتور محمد. طبعا ضيف العزيز الاستاذ القدير الاستاذ دكتور محمد حامد كان في الناس الحلوه، خليكم دايما معنا. سلام.